الرحيم وصلى الله على اشرف المرسلين. اقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي وظائفي باخلاص وعلى الوجه الاكمل، وان ازاولها مع مراعاه احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأنا أصر على مصلحة الشعب الموريتاني، وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزة التراب، وأقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمأمورية رئيس الجمهورية. وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج في الصميم. نعتذر عن التأخر في انطلاقة هذه الحلقة. كان المفروض أن يحسم هذا القسم الذي تابعنا نصه واستمعنا للرئيس وهو يؤديه الجدل حول إمكانية مأمورية ثالثة، فهو نص واضح صريح، والرئيس أقسم عليه في هذه المأمورية وأقسم عليه في تلك التي سبقتها، لكن هذا الأمر لم يحسم، فالنقاش حول إمكانية المأمورية الثالثة انطلق حتى قبل أن ينتخب الرئيس في المأمورية الجديدة. النقاش اليوم لم يعد مجرد افتراض، وإنما هو نقاش على أرضية تصريحات لوزراء السيادة في الحكومة الحالية. يسعدنا أن نناقش موضوع التعديلات الدستورية، الاحتمالات والمخاطر، مع الزميلين الأستاذ موسى والحامد. مرحبا أستاذ موسى. ودكتور حسين ولمدو، مرحبا دكتور. ربما لأسباب فنية لم تتمكن من متابعة نص المادة 29 من الدستور، وقسم الرئيس أيضا الذي تابع المشاهدون أداءه، لكنكم على اطلاع بنص المادة وتابعتم هذا القسم بكل تأكيد. لماذا من وجهة نظركم لم تحسم هذه المادة الصريحة ولم يحسم هذا القسم المغلظ النقاش وظل مفتوحا وظل يتطور؟ شكرا على الاستضافة، ونهنئكم على العودة إلى الشاشة، إلى الظهور. بارك الله فيك. شكرا. طيب، أنا أعتقد بأن هذا الجدل ما كان له لسبب بسيط، وأنه يجب أن نختار بين أن تكون لدينا ديمقراطية، لدينا مؤسسات، لدينا دولة، أو لدينا شخص. يجب أن نحسم ما بين من يريد أن تكون له مؤسسات، أن تكون له دولة، أو أن يكون له رب يعبده قد لا يستحق العبادة أو لا. هذه مسألة قد نختلف عليها، لكن أعتقد بأن ليس هنالك جدل، هنالك سلوك. هذا السلوك مشي، سلوك النفاق، سلوك التزلف، سلوك التملق، سلوك لا دولة. هذا نحن فيه منذ زمن بعيد، ويجب علينا أن نحسم المسألة. هنالك من يريد للبلاد أن تتقدم، وهنالك من يريد للبلاد أن نرجع بها للوراء. هذا جدل بسيط. دكتور حسين، في هذا الحديث التأسيسي أستاذ موسى تحدث عن ما كان ينبغي أن يكون، لكن ما هو كائن أنه الجدل قلت لم ينقطع، استؤنف أو ابتدأ حتى قبل أن ينتخب الرئيس لمأموريته الحالية، وهي بنص الدستور هي المأمورية الأخيرة، وظل يتزايد. استفيد أولا من حالة غموض في الموقف الرسمي، تحولت إلى حالة تلويح وحالة حتى ربما مباشرة للفعل. إذن لماذا
برأيكم هذا؟ شكرا جزيلا لقناة المرابطون على إتاحة هذه الفرصة. أنا أعتقد بأن ما نشاهده الآن خصوصا في الأسابيع الماضية هو جزء من التسخينات السابقة للدخول إلى حلبة المشهد وتعديل المأمورية إلى مأمورية ثالثة، ولكن بودي تقديم بعض التوضيحات. أنا من الذين يعتقدون بأن المؤشرات قوية على أن تكون ثمة مأمورية ثالثة مع الاختلاف الآلية التي يمكن أن يلجأ إليها في ذلك. يحرض على ذلك معطيات محلية ومعطيات دولية، ولذلك الذين يقولون بأنه سيشكل خرقا للدستور أطمئنهم بأن الأمر لن يكون خرقا للدستور، لأن الدستور حينها لن يكون قائما، على الأقل الدستور الذي يحكمنا الآن. إما تم تعديله أو تم وضع دستور تأسيسي جديد، لذلك المؤشرات تشير إلى أن الدستور الحالي في هذه الجوانب لا يقبل التعديل. لا هو الحالة العادية، وعندنا خلال لقاءات ماضية شرحتها عندي المؤشرات قوية جدا أن الرئيس محمد عبد العزيز سيسعى إلى مأمورية ثالثة. عندي بعض التوضيحات نختار نقولها. النقاش اللي خالق غرق تسخيني، وتفاجأت بأنه وقع في هذه السنة، كنت أتوقعه أن يكون في السنة المقبلة نظرا لأنه سيزيد المزيد من الأرباك خلال جزء من المأمورية الثانية. ناحية الثانية أنه تصريحات رئيس الجمهورية لحد الآن إما مواربة، شأن التصريحات الردود التي قال لزميلنا بالمعالي أو الردود الأخيرة في لقاء الشعب، وإما رافضة لعملية تجديد المأمورية شأن التصريحات للمجلة الفرنسية. وما يحدث هو أن أعضاء من الحكومة هم الذين بدأوا البحث والحديث عن قضية المأمورية الثالثة لاعتبارين اثنين. الاعتبار الأول تحويل الجدل القانوني إلى جدل سياسي، بمعنى هذه الأمور المجرمة والمحرمة قانونا يجب أن ننزلها من طابعها الدستوري إلى طابع جدل سياسي له موافقون وله معارضون، وتتحول عملية تغيير الدستور إلى قضية رأي المعارضة ترفضها والأغلبية تقبلها. وأعتقد بأن هذه واحدة. الناحية الثانية ليك شعر تجل اللي كانت عند الطيف السياسي من أخبار المأمورية الثالثة يبدأ ملي يخفف منها، وهؤلاء يعودهم الهدفين الكبار اللي عند تصريحات نوع من الترويض ونوع من التسخين المفارق بالنسبة لي أنه حدث في هذه الفترة، بمعنى يريد أن يهيئ عملية التسخين لمرحلة ما قبل 2018. والناحية الثانية أنه يجي معارض ومناهض، الإشارات بدأ النظام يقدمها في الأسبوع الماضي بعد استقباله لزعيم تحالف الشعب التقدمي بشأن بعث رسائل إلى إمكانية إقامة حوار حدود أبريل ومايو. وما سنة الموضوع الحوار؟ وأنا من أتوقع في هذا الصدد بأن الرئيس في تدخلات قادمة بحساب تقدم وترت الحوار أنه سيقدم تفسير تصريحات مناهضة متمسكة بالدستور ومناهضة للطرح، ويعتبره طرح رأي عام وطرح سياسي عبر عنه وزراء. ولكن لاحظوا أن كل هذا المشهد لن يكون إلا مرتبطا بتقدم الحوار السياسي، وأن عملية التقدم نحو الاستفتاء أو غيره لن تكون إلا في السنة القادمة نهايتها أو نهاية 2018. أستاذ موسى، هل توافقون الدكتور حسين في مذهب إليه أنه يمكن فعلا أن تكون هناك مأمورية ثالثة غير مخالفة للدستور، بمعنى أنه لن يكون هناك دستور أو لن يكون هذا الدستور هنا في اللحظة التي تكون فيها مأمورية ثالثة من الناحية القانونية؟ هل يبدو لكم الأمر ممكن؟ طيب أنا على كل حال لست قانونيا، لكن حسب ما اطلعت عليه من جميع النصوص وجميع القانونيين أن هذه المسألة مستحيلة في هذا الدستور، اللهم إلا إذا كان هنالك انقلاب، والانقلابات لا يمكن أن نستبعدها في بلدنا لأنها مسألة كانت معروفة لدينا. لكن قبل ذلك أريد أن أشير إلى ملاحظة، وأن هذا النوع من المسائل عادة في بلادنا تأخذه الهيئة السياسية أو الأداة السياسية. في الآن الأداة السياسية للنظام هي حزبه، والآن أرى بأن هذه المسألة التي يجب أن تكون مسألة سياسية تقوم بها الحكومة، يقوم بها أعضاء من الحكومة، وأعضاء من الحكومة هم الذين ذهبوا لمقارعة المعارضة في المناطق الشرقية للبلاد. ما معنى ذلك؟ هل هنالك شرخ في الحكومة؟ هل هنالك مسألة جديدة؟ أنا أعتقد بأنه حتى الآن اعتقادي الشخصي أن محمد عبد العزيز لم يحسم أمره. هل هو لكن قبل أن نصل إلى الدلالات السياسية، أنا أريد في الناحية القانونية، أنا إلى حد ما أستغرب أنه ما كنت أفهم أنا كمتابع
انه هاتين المادتين ماده 29 والماده 99 حاسمتين في انه ليست هنالك امكانيه. الماده 99 مثلا تقول انه لأنه حتى ربما يمكن نصها يمكن أن نستعرضه ويتابعه المشاهد إن كان النص جاهزا، لكنها تمنع على الرئيس أن يباشر أو أن يقترب أو أن يدعم أي شكل بأي شكل بشكل مباشر أو غير مباشر أي قضية مشان استعادة هذا. إذا دعونا المشاهد بقفال علي دعونا المشاهد يتابع معنا هذه المادة قبل أن نختم النقاش القانوني وندخل في الدلالات السياسية لهذا النقاش. محتسب الأستاذ هذا النظام ريثما أن تكون المادة جاهزة. إذا الأستاذ الحسين لا نقول لكم أنا المادتين اللي يطرحوا الموضوع أخبار القسم. نعرف نحن استعرضنا المادة الأولى في بداية الحلقة. أنا أريد التفسير أريد تفسير الكلام الذي قلته، كلام يحتاج تفسير الحقيقة. إنه يمكن أن تكون هنالك مأمورية ثالثة غير مخالفة للدستور، هذا كلام لا أنا الدستور أنا لا أعتقد فهمت فهم آخر. الدستور حالا أفهم أدنى بصيص أمل إنه قد يخلق فيه مأمورية ثالثة مطلقا، هذه واحدة. لكن هذه واحدة. الثانية حتى إمكانيات الطريقة الميدفيدية ما تصح فيهم اللي به اللي مقفل حتى ما ألقاه يمشي لا عملية التجديد لا مرتين وتوفى المرد. معناها الطرح اللي خالق حاله واللي الحكومة قد يعود، أنا من الناس اللي نتصور أنه هو اللي الطرح اللي عقب يخلق إن الرئيس محمد عبد العزيز لده صور قاع ما هو سامي. أي كيف تيك ساعة عدال ولا انقلاب على سيدي محمد والشيخ عبد الله؟ ما لو قالوا عطل العمل الدستوري والهيئة التشريعية اللي هي البرلمان، إذا يقوم بانقلاب جديد. لا يعود هو، لن يدعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تغيير الدستور. يقر لن يقف أمام اطلاع الهيئة الدستورية بمهامه التشريعية في مراجعة ووضع وتأسيس الدستور، والموجه له أنه يطرح جمهورية ثالثة معناها دستور جديد، ويعود هو كأنه ما خرق الدستور القبيل، الدستور مقفول مقفل وعاقب. لكن أي تعطيل للدستور بشكل كامل بهذه الطريقة معناها انقلاب. سميه انقلابا دستوريا، سميه التعديلات الدستورية الانقلابية، يقال هو لا يعد دستور جديد، معناها لن يتم التجديد داخل هذا الدستور مطلقا، بل الدستور مقفل من التقفار اللي ما يقدر يسمح بأي تأويل، وحرفيته أيضا مختلفة سواء في 26 28 والمادة 99 هذه المواد الثلاثة قطعية الدلالة. والمادة 99 هي أكثرها صراحة لأنها تعتبر صريحات كاملة إنه لا، لكن هذه ترفع موضوع التعديل موضوع التناوب الى درجه المساس بالحوزه الترابيه، الحوزه الترابيه والتعدديه الديمقراطيه وكيان الدوله والمبدا الملازم اللي هو مبدا المأموريه وتحديدها بخمس سنوات. هذا تنص عليه الماده المبدا الملازم. دور في الدستوريين يقولون لك انها خففت منه عندما ربطته بانه اسيميليا مبدا ملازم. يقرقع التخريج القانوني حالا لا يمكن لرئيس الجمهوريه ان يترشح من داخل الدستور 91 بتعديلاته الحاليه ابدا. التخريج القانوني الله يعقب يخلق هو اعاده تاسيس دستور جديد يسمح له بانه يعود ما خرق قانون ويعود استفاد مما وضعه مشرعون غيورون على الدستور وهم المشرعون. اذا الاستاذ موسى الحسين يرجح ان الرئيس سيستمر او يريد ان يستمر وانه سيجد ذلك طريقه ينهي بها الدستور ويضع دستور جديد. تحليلكم السياسي اين هو من هذا التحليل؟ طيب انا اعتقد بانه قبل أن نتحدث عن المأمورية الثالثة يجب أولا أن نتحدث عن هذه المأمورية الثانية، لأن الظروف التي تكتنف البلاد اليوم ظروف غير مريحة، وبالتالي كمراقب فقط عندما ألاحظ ما يحدث في البلاد اليوم الركود الاقتصادي والمشاكل وكذا وكذا أتساءل هل هذا الرئيس سوف ينهي مأموريته الثانية القانونية فضلا عن الكلام عن المأمورية الثالثة. هذا الكلام مبالغ في لا أنا بالنسبة لي أعتقد بأن هنالك اليوم التمني؟ لا هنالك اليوم مشاكل مطروحة. أنا أؤمن بالحتمية أنه عندما تتوفر ظروف معينة تترتب عليها نتائج حتمية مماثلة لها. وأعتقد بأن الظروف التي نعيشها اليوم ليست ظروف تمنح إلى التمديد،
أو تؤول طيب إلى التمديد. بغض النظر, بغض النظر عن هذه الحتمية التي ترى, لكن هل ترى أنه الحكم نفسه والرئيس نفسه لديه فعلا من خلال مؤشرات المرصودة نية في أن يسعى لمأمورية ثالثة؟ طيب هذه مسألة شخصية, لكن أعتقد هنالك إلى حد الآن أنا أعتقد بأنها اقتراحات له. قد يكون هنالك نوع من الارتياح لهذه الاقتراحات إلى حد الآن, الاقتراحات من هنا وهناك وكذا, لكن حتى بالنسبة لي عندما كملاحظة فقط, الذين يقترحون هذه التعديلات ليس سياسيون, حتى الموالين له ليس. طيب لكن الذين تابع, الذي تابعنا خلال الأسابيع الأخيرة هو ليس كلاما عاديا, ليس كلاما من الناس العاديين, هؤلاء وزراء, وزراء في مواقع سيادية. أعتقد بأن الوزراء اليوم ناس عادي. لا بالمعنى, لهذا المعنى رئيس إنسان عادي, كلنا عاديون, لكن أعتقد يعني بالمعنى السياسي عندما يتحدث وزير العدل بالطريقة التي تحدث بها ويتحدث قبله وعفوا بعده الوزير الناطق, وزير الاتصال الناطق رسمي باسم الحكومة, ويأتي تعديل وزاري يثبت صفة النطق أيضا لدى هذا الوزير في وزارة أخرى, ألا تدل هذه المؤشرات على أنه الأمر ليس مجرد ناس يجربون لرئيس ربما ما يتمنى, وإنما ناس يتحدثون عن نظام بما يتمنى ويريد أن يتحدث عنه به؟ أنا أرجع إلى المسألة الأولى التي الملاحظة الأولى, أنه في هذه المسألة لم يستعمل الأدوات التقليدية أي الحزب, الإطار السياسي. الإطار السياسي لماذا لم يخدم, لم يستخدم الإطار السياسي؟ هل أنه لم يقتنع بعض بهذه المسألة؟ هل أنه اقتراح من الحكومة؟ لأنه حسب اعتقادي أن الحكومة اليوم تسير بشكل معين ليس الشكل المعروف. هل أن الرئيس ليس له الوقت للكثير من المسائل العمومية اليوم التي وله مسائل أخرى أكثر أهمية وأكثر إلحاح له؟ هذه أعتقد بعض التساؤلات. مسائل أخرى مثل ماذا؟ مسائل شخصية, مسائل مستقبل شخصي, مسائل عائلة, مسائل جملة من المسائل التي قد تشغله هو أكثر مما يشغل الرأي العام اليوم وهو المأمورية الثالثة. أنا أعتقد بأنه حسب المؤشرات التي نراها أن رئيس الحكومة اليوم له هامش من التحرك وهامش من الحرية وهامش من الحضور في الأمور اليومية للدولة أكثر من رؤساء الوزراء سابقين الذين عهدنا. الأستاذ الحسين, الملاحظة التي لاحظها أستاذ موسى أنه وظفت الحكومة, يعني دعنا نسندها للمجهول في هذا الموضوع, ولم يوظف الحزب. لاحظنا أن المجلس الوطني لحزب الاتحاد من الجمهورية انعقد لاحقا, هذا هو صحيح. هل الأمر, سؤال يريد أن أطرح, هل يعني هذا أنه الأمر لم يحسن بعد والرجل يريد أن يترك نفسه خيارات؟ أنا سأزوج بالحكومة في هذا المسار إن نجح لها ذلك, وإن فشل لدي الحزب يمكن أن يدل هذا على إنه الحزب هو كنت أنا أتوقع أنه لعاد فاتين تيدخلها, لا يدخلها تقريبا في 2018 والله نهاية 2017. حاليا هي مناورة, الهدف منها بعدين, إنزال النقاش من منزلته الدستورية القانونية إلى منزلته السياسية, وثانيا رفع شعر التجل اللي كانت خالقة عند الناس وأنها تنعاد مردك إنها عادية. وبالتالي أتوقع أن الرئيس بحساب تقدم الحوار انه دور يعطي تصريحات مناهضه لما ذهب اليه الوزراء وادراجه ضمن حريه الراي. خلينا نختار ميز بين مسالتين, واحده لا يعدل وواحده تقييم لا يعدل. لا يعدل والمؤشرات كامله ضد عليه, والرئيس الجمهوريه ما تصرح بها لحد الان. المؤشرات انه توجه نحو المأمورية الثالثه, كل المؤشرات رئيس سيكون في المأمورية الثالثه الثانيه انهاءها بحدود 64 سنه, تعديلات دستورية في المحيط القريب الهرياقية تعيد فتح دساتير, رئيس حكم, لكنها لا تغري, لا تغري كثيرا التعديلات. أربع حالات منها وخسرت منها واحدة بوركينا فاسو. ثالثا رئيس خلال مسيرة عهدتين ولا يجددها, عنده عهدتين ديجا, ولا غوفيرني احكم معناها احبس, ومعناها تماهى مع الدولة مع السلطة, ومعناها كذا, وبالتالي التخلص من السلطة بالنسبة له لن يكون بالأمر السهل. النقطة الأخرى عملية التقييم, عملية مأمورية ثالثة في النهاية هي تعزيز, هنكمل شوي هي تعزيز سلطة الفرد وتقويض للمؤسسية,
واستنهاض اللي ينقال له المخاطر كلها اللي قد تحدق في أي بلد ليس في ديمقراطيته وإنما في أمنه أيضا، لأنه أغلب الثورات اللي تخلق وفي العالم كامل لركة تخلقها لا يتعود الفساد والله الاستبداد والله التأبيد وغياب وفوق التغيير. عمليات التأبيد اللي عدلت التعديلات الدستورية اللي عدلت 2006 كان الهدف منها حتى أنه بعد حكم من 21 سنة أن أغلب عمليات الحقان تتحول إلى انفجار فعلي ظل غياب أفق للتغيير، واللي أنت كل مرة معناه أنك أنت في طور صناعة رجل قوي بالحكم ومؤسسات ضعيفة أو نظام ضعيف، وهذا يتطلب عدة متغيرات منها وحدة الصف المحارب، منها الإرادة السياسية لدى النظام الحاكم في تعزيز المؤسسية والابتعاد عن الشخصنة، ومنها الطيف الواسع المثقف مناصرة كاملة للمزيد من تعزيز المؤسسية باحترام الدستور. والدستور أصلاً في الحالة العادية اللي نعود فوق إجماعي أنكر سعر لكن اللي توافقت عليه مدة غير اللي محالي يعود في شيء لا هي أبد السلطة، واللي محالي في شيء يعود تغيير الهدف منه الأكبر دعنا نؤسس وعملية شخصنة والله تأبيد الحكم فرق. دعنا نؤسس على هذا الترجيح كما قلت بدون حكم عليه أنه الأمور تتجه أو تدل على أنه نتجه إلى مأمورية ثالثة. ألا ترى أنه هذا الاتجاه يمكن أن يقودنا إلى مخاطر كبيرة؟ كان يقود البلد إلى مخاطر أكيد كبيرة؟ أكيد أكيد أكيد. طيب إذا كانت ما ليه لسرد الثرك تقييم المخاطر المترتبة على التوجه إن حسم إن استحسمه الشخص المعني إن حسم التوجه إلى مأمورية ثالثة مخاطر كبيرة جدا. نقول لك ما تهدد ديمقراطية البلد من خلال تأبيد وتخليد الحكم غير ما تنعكس على عبود أمنه به الاحتقانات كاملة اللي تؤدي لهذه الثورات اللي تخلق ما ردها لا غياب أفق تغيير، وهي أول انتخابات كاملة ريء التنفس. أنا هذا طرف محتقن وهذه مدة خولتها لإرادة الشعبية تسير شيئا عام طيلة مدة محددة، يعني قال أنت عدها ما تمسك بها هي في النهاية تملكت السلطة وإرادة الشعب تم تحويلها شور أداة من أجل التأبيد وتخليد السلطة مخاطرها جمة. أستاذ موسى ألا ترى أنه تجربة التعديلات الدستورية في الجوار أو في حتى البلدان الإفريقية بعضها غير مجاور أنها لا تغري، وأنه حجم المخاطر التي قد تترتب عليها ليس بالنسبة للبلد وإنما حتى بالنسبة للسلطة وبالنسبة للحاكم قد تجعله يفكر في خيارات أخرى أكثر نعومة من خيار الانقلاب ولو سمي دستوريا إذا كان ممكن هذا التركيب بهذه الطريقة؟ طيب أنا أعتقد مثل ما قال الحسين أن نحن بلد من جميع البلدان الأخرى، تمارس فينا السياسة يمارس فينا الحكم بشكل معين. هنا أنا مثل ما قلت في البداية نلك الخيار بين خيارين لا أكثر مسارين، إما خيار الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة وكذا وكذا وما ينص عليه الدستور، وإما خيار المجهول بمعنى أنه سوف يحدث التناوب سوف يحدث وهو مطلب نقول انه طبيعي وهذا دور يحدث، الا اما يحدث بهذه الطريقه وتلك الطريقه المعهوده لدينا. عندما ياتي الرئيس يصمم على الى عاد عبد العزيز الله يصمم على الذهاب في مسار هذا اقتحام الدستور يدور يجرى يجرى للناس كامل الحاله اللي تدخل بها التغيير. انت لا يخلق انت كذا ما نعرف لا نعرف كانوا تغيير ولا نعرف إلى عاد يختار الخيار البلد إلى عاد يختاروا في التاريخ إلى عاد يختاروا يرتبط به هذا الشيء ذيك مسألة أخرى. أنا أعتقد بأنه ما يقد يعزم عليها والناس كاملة اللي يلت تعود ما الموريتاني فر يلتهم يعرفوا على أنه بدل تقديس شخص وبدل الذهاب مع شخص يسوى شور المجهول وشور شبه لهم يشوفوا شيء مضبوط لا يعدل فم أفق ولا تمت الحالة مسدودة وكذا البشر لابدلوا من أفاق. حسين لماذا ترجح فرضية تعطيل الدستور والذهاب إلى دستور يسمح وهناك فرضيات أخرى قد تسمح بالاستمرار بتكلفة أقل مثل تحويل النظام السياسي إلى نظام برلماني مثل ترك السلطة لأحد الشركاء وطبعا هناك شركاء معروفين بعضهم ربما إذا لا شركة في السلطة لا هنالك في السلطة الحالية لا في نظام مركزي شبه رئاسي تحول إلى رئاسي في موريتانيا لا يوجد شريك لمهم السلطة ولا يمكن إعارتها. دعني أطرح لك سيناريو مطروح ومطروحين اثنين تداوله إنه الرجل الثاني في السلطة بمعناها العسكري رجل الشريك اللي الجنرال الفريق غزواني هذا يمكن أن يكون متقاعد قبل المأمورية القادمة
ويمكن أن يترشح ويصبح رئيس وتستمر السلطة دون أن يكون هنالك انقلاب على الدستور. وأين الرئيس عزيز؟ طيب أنا أطرح السؤال. أطرح السؤال قال لي جاوبك أنا. شو تطرحت حالتين؟ طرحت حالة إعارة السلطة والله تبادل أدوار بين أصحاب نظام واحد. تبادل أدوار بين أصحاب نظام واحد بعد تجربة الرئيس محمد بن شيخ عبد الله تبين بأن القرب أن أهمية التخلص من الظل بالنسبة لممارس السلطة هي أولوية الأولويات بالنسبة لأي رئيس، لأنه لا يمكن أن نعيش في نظام مركزي برأسين. هي واحدة. ناحية الثانية، لك أن تتصور أن شخصا ما عسكريا كان أو مدنيا اللي سيكون يقد يعود لرئيس جمهورية ويقبل أنها مع رجال وتعود، والله يقدت لي يتوجه برقاش أخر قاعد لا أبداً. هو بحكم الدستور مع أنه الجمهورية هو أكمل فترته. هو اللي قد يعود راجع البنيتين خاصة في منطقة هو راجع البنيتين واحدة بنية التنشئة الديمقراطية عندنا والتطور الديمقراطي، والثاني البنية المركزية لناحية طبيعة النظام شبه الرئاسي اللي يتحول عمليا شور رئاسي ومركزية السلطات تعدل. ما يقد يصح أبدا تقاسم. ترى الرئيس عزيز وحدة الوطنية يقول لك حكومة وحدة وطنية مستحيل. هذا جزء من تجليات مشهد المركزية بذهنية حكامنا، أني أنا لا أقبل التعايش مع التنوع، أنا لا أقبل التعايش مع من لا يأتمر بحكم علاقة السلطة التنفيذية برئيسها، ولذلك لن تكون فيها إعارة ولن تكون فيها مشاركة ولن تكون فيها إشراك. هم خيارين، واحد رجاه لا يعدل عملية تخريج قانوني اللي قلت لكم ذلك ولا يعدل يعود رئيس، يقرر النهاية على المستوى الشخصي هي نهاية كل عملية تأبيد وتخريج للسلطة. وعلى المستوى الوطني وهو نختار نشتر تقول بيلا ندور الرئيس هذا قد يعود له يضره، هو قاعد خاصة لا يضر على الوطن لا يضر نحن كمواطنين ويضره. هذا لك نخل ما نبسوي أستاذ مساء. هذه اللنات الثلاثة اللي جاب هنا دكتور الحسين توافقون عليها؟ ما عندكم أفق آخر في؟ لا أعتقد بأن هناك أفق إلا حد. أنا ظاهر لي من فم الله ماني قاعد ظاهر لي أن ذلك الحسين ثلاثة أنا ما يظهر لي من فم الله فما رجال يعدل يحترم الدستور وفما رجال يعدل إخراج ما هو ما نعرفه نتائج ولا يتعيشين يسوى الصيلة عاد عن طريق رجال أخرى صورة ما هي مباشرة ويسوى عن طريق نظام مركزي ما تعور نتائج وهي نفس النتائج على أنها ما هي ضامنة أن الاستقرار ولا هي ضامنة أن الاستمرار. الآن نتابع مؤشرين متناقضين. مؤشر يتحدث عن تحضير لزيارات لولايات داخلية ربما تكون بداية مطلبية شعبية يؤسس عليها الموضوع، هذا هو السيناريو. ومؤشر اتصالات سياسية يقوم بها الرئيس الاتحاد حزب التحالف الشعبي التقدمي بناء على لقاء مع الرئيس ويقول فيها أنه الرئيس مستعد للحوار. هذين المؤشرين أيهما أرجح وفق معلوماتكم؟ هذا وقع على ما ظهر لي منهم متناقضين باللي نحن شفنا وزير الخارجية وزير الداخلية مشى للولايات الشرقية وعدل خطاب عام واللي خاض في التلفزة والراديو والشيء خطاب خاص لشي من الناس ما هو واضحت لإعلانيات الولايات كاملة تعود سباقة وكذا شي ما هو شي غامض شوي. وشفنا مسعود قال لأنه قال له عبد العزيز أنه مستعد. رواية مسألة مسعود أنا أعتقد أنه فيلم فات وعدل وقد شفناه وظهر مولي من جديد أنا مستعد لكل شيء وكذا. أنا لا ظهر لي منه ولا شيء قد تخليك ما هو شيء جديد لا. والرواية الأخرى سيناريو يبدو لأنه هم وحدين يبنوا عليه رواية ويأسوا عليه الشيء ما نعرف مدى قبول ذاك شنو هو مدى شجاعتهم على التعدال. أستاذ حسين هل يبدو لك موضوع الحوار وأنت أشرت له أكثر من مرة الآن هو بديل عن نقاش المأمورية كأنه محاولة لجعله جانبا؟ في سياسيا فهم بعدين فهم بعد أن الحوار بالفعل زعيم مسعود اتصل بالرئيس الأسابيع الماضية استقبله واستقبل أيضا رئيس زعيم تكتل ورئيس منتدى اللي هو مسعود اللي هو مسعود والله زارهم بقى وعرب لهم من خلال مؤشرات عن نتائج اللقاء مع الرئيس وفيهما من تصريحاته أن فهم استعداد من الرئيس لإطلاق حوار في أبريل أو في مايو المقبلين وفهم أيضا أن زعيم مسعود أنه مستعد للدخول في الحوار ويود أن يكون بدرجة إجماعية
من طرف المعارضة كامل. هذه هي الرسالة. المفارقة فيها اللي شرت لها قبيل إن وكأن تصريحات أعضاء الحكومة هي جزء من التخويف بأن إن لم تدخلوا الحوار فنحن أمام نقاش مأمورية ثالثة. وبالتالي نلقى جزء من المناورات اللي عند ذيك الابعاد غير مولي مزامنه جات مع ذي مع ذي مع ذي مع ذي وهو اللي حقق الاجماع في اخبار الحوار لا يعود في صالح رفع الاحتقان وتنظيم انتخابات نيابيه وبلديه خلال ديسمبر المقبل والدخول عقب ذاك بتغيير اليات لعبه المأمورية الثالثه من خلال المؤتمر البرلماني وجود معارضه وانها تعود انقلبت ودارت امينوريتي في البرلمان وهذا يسهل عليه اكثر عملية التمرير بدلا من برلمان أبيض كله والله بلون واحد لا يعود احتقان على احتقان وتغيير للدستور في ظل الإجماع وفي ظل غياب تغيب وغياب طيف واسع من المعارضة. يعني الحقيقة احنا بدأنا متأخرين لا أعرف هل ممكن أن نتابع بعد النشرة سنحاول أن نختصر لأن عدد هناك صعوبة في أن نستمر بعد النشرة لأنها ستأخذ وقتا. أستاذ موسى مدوا للنشرة شوي هل لا نحن هنا نحاول أن ننضبط بالمأموريات. أستاذ موسى كيف يبدو لك دور للمعارضة؟ هل يمكن للمعارضة أن يكون لها دور حقيقي في عرقلة هذا المسار غير الدستوري؟ طبيعي المعارضة يا يعني تعود لها يقد بعد يعود عندها دور ويقد يعود ويا لطف يعود عندها وعندها الإمكانيات اللي تعدله ذيك الرواية التقليدية اللي تم ذاك الفكر الانقلابي اللي تم الدم كيف تيديها إلى الصبح والله النهار الآخر تظهر رواية عشان يظهر هناك تفكير انقلابي ما هو مش معارضة يالتها تنزل للساحة وتعود عندها تتصل بالمواطنين وتتصل بالناس وتتصل به للسلطة وتتصل به الموريتاني كاملين ما يبقوا دولتهم تعود في خطأ. هذه رواية بسيطة ما هو قاع من أجل إزاحة فلان عن السلطة والله نجيب فلان للسلطة والله كذا سيد بسيطة ما هي. أستاذ حسين لسه في الوقت يبدو منتهي كيف يبدو لك مستقبلنا في سنتين تبقيتين من المأمورية؟ مستقبلنا فيه متغيرات. المتغير الأول هو معرفة موقف رئيس الجمهورية من خلال التصريحات السابقة وتوجهه نحو المأمورية أو رفض هذه واحدة. الناحية الثانية مستوى وحدة المعارضة لأنها أمام تحدي واختبار حقيقي تحدي مأمورية ثالثة بمعنى بطريقة تلقائية دستور مفتوح وتأبيد الحكم وللسلطة من ظرها ستكون قادرة على رفع هذا التحدي من حيث حجم وحدة الخطاب المعارض وتعبئة المواطنين من أجل تملك المكاسب الديمقراطية والسعي الحثيث إلى تأمين استدامة المؤسسية الديمقراطية وتعزيزها. لأن أدركنا الوقت نعتذر عن الخلل الذي جعل وقت هذه الحلقة أقل من وقتها المعتاد وفي ختامها نجدد الشكر للزميلين موسى والحامد المدير الناشر لصحيفة بلادي والدكتور حسين والمدو أستاذ الإعلام والاتصال والشكر للفريق الذي أنجز هذه الحلقة ولكم مشاهدينا الكرام جزيل الشكر إلى حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.